خلينا نرجع دكتور اميره معانا. دكتور اميره حضرتك سامعانا؟ ايوه صباح الخير. صباح الخير، ازي حضرتك؟ وكنا لسه بنحاول لما كلمنا حضرتك بنتكلم عن فكره تراكم الدهون في المناطق وخصوصا المناطق السفليه من البطن، ولسه كانت نهى بتتكلم، ولو حضرتك تشرح لنا اكتر فكره تركز الدهون في مناطق معينه بتكون صعبه الحرق او اخر مناطق بيتم حرقها لو انا ببذل رياضه، فازاي نتجنب الموضوع ده بدايه من التغذيه؟ ايوه صباح الخير الاول عليكم، عاملين ايه؟ يا رب يبقى يوم سعيد. الحمد لله يا رب علينا جميعا. هو فعلا طبعا يعني العوامل يعني السيدنتري لايف زي ما احنا بنقول، اللي هي الحياه اللي ما فيهاش اي فيزيكال اكتيفيتي، راحه، القعود على المكتب على طول، دي بتساعد في تراكم الدهون، سواء بقى الدهون للبطن او الارداف. ودي في الاول بيبقى طبعا تبع الجينات، يعني كل جسم على حسب جيناته بيكون الدهون بتاعته فين. في واحد بيكونها في الارداف اكتر، في واحد في الذراعات، في حد في البطن، بس طبعا اغلبيتنا في البطن والارداف دي بتبقى المشكله الجامده، والنزول في الوزن فيها بتبقى برضه مشكله اصعب. طبعا المشاكل التغذويه دي بتبقى ليها العامل الاكثر بقى، لان هي دي اللي بتساعد اصلا على تجمع الدهون. استخدام طبعا الدهون بصفه عاليه جدا هي دي اللي بتساعدنا في تراكم الدهون. يعني طبعا احنا عندنا دلوقتي الفاست فود والمقليات بصفه كبيره جدا، تقريبا الشعب المصري بيحب الطعميه، البتنجان المقلي والبطاطس، ده اساس. وبعد كده ضاف على الجيل الجديد بقى الفاست فود والبطاطس برضه المقليه، اكلها بشكل باستخدام خاطئ، سواء بكميه كبيره او في وقت معين، يعني احنا يعني استخدامها في اخر اليوم دي بتقلل من الحرق كتير. فاحنا لو عايزين ناكلها فناكلها بكميه اقل وعلى مدار الصبح، يعني ما ناكلهاش بالليل، ما ناكلهاش في وقت متاخر عشان ما تساعدش على تراكم الدهون. كمان طبعا مش بس المقليات، الدهون الغير صحيه اللي هي الدهون المهدرجه دي دهون غير صحيه بالمره خالص، فطبعا لازم الابتعاد عنها. يعني مش بس الكميه ولكن النوعيه برضو اللي لازم نبعد عنها. ممارسه الرياضه من الحاجات المهمه جدا 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 في حياتنا، اللي بتقلل اللي بتساعد الجسم ان هو يطلع يفرز الدهون الكويسه في جسمنا ويقلل من الدهون الضاره. دي حاجه مهمه جدا، الناس فاكره ان الاكل بس هو اللي ليه علاقه بالدهون الضاره، ولكن ممارسه الرياضه والفيزيكال اكتيفيتي في حياتنا دي بتخلي الدهون الكويسه في جسمنا اللي هي بتحارب اللي بنسميها انتي اوكسيدنت وبتحارب حاجات كتيره، دي بتطلع عن طريق الرياضه. فالمشي يوميا، طلوع السلم وعدم استخدام الاسانسير، دي من الحاجات المهمه اللي احنا لازم نتعود عليها يعني. طيب دكتور اميره، في اغذيه معينه او مثلا طرق اكل، تقسيم وجبات بطريقه معينه عشان التخلص من الدهون في الاماكن اللي صعب التخلص منها؟ احنا دايما بنقول ان الحياه الصحيه باكج لكل حاجه، فطبعا تقسيم الوجبات دي حاجه مهمه جدا، ان انا لازم ما اكلش على معده فاضيه، ما سيبش نفسي اكل على معده فاضيه، وفي نفس الوقت ما اكلش اكله مره واحده كامله. فدايما بنقول لهم يعني انت عندك 5 وجبات في اليوم، 3 وجبات رئيسيين، وجبتين او 3 في النص السناك. الخضروات من الحاجات المهمه جدا 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 لتقليل الدهون في الجسم، فلازم اعتمد على الطبق السلطه، او مش لازم طبق سلطه، لان اولا لما بنسمع طبق السلطه الناس تقول لك لا ما بحبش السلطه، لا انا لازم اركز له ان هو ياكل خضروات ورقيه في اليوم، يعني خس، خيار، جرجير، شبت، بقدونس، الحاجات بتاعه زمان اللي احنا تقريبا ما بقناش ناكلها ولا نستخدمها، دي مهمه جدا جدا. دي الحاجه اللي بنسميها انسوليبل فايبر، اللي بتساعد على عدم امتصاص الدهون اللي احنا كناها في المعده، وطبعا دي ليها عامل كويس جدا انها بتقلل لي الدهون. شرب الميه من الحاجات المهمه جدا اللي بتزود لي الحرق. فدي طبعا من مهم جدا، انا بقول له على الاقل لازم تشربي 8 أكواب ميه في وقت اللي هو ما فيهوش حر. ولو وقت الحر اللي احنا داخلين عليه ما ننساش ان احنا عايزين من 3 لـ4 لتر على حسب كل شخص. يعني انا تقريبا محتاجه 3 لتر في اليوم اشربه وعلى مدار اليوم، لان للاسف في ناس تيجي على بالليل لما تروح البيت تقول لك عشان تخش الحمام كتير تيجي تشربهم بالليل فقط، لا انا عايزاه على مدار اليوم. ف
فدايما بنفكر صحابنا وحبايبنا ان احنا مع كل وجبه نشرب ميه، او كل ساعه في دلوقتي بروجرام على الموبايل كل ساعه يفكرك بشرب الميه، كوبايه او كوبايتين كل ساعه او مع كل وجبه. أنا عايزة أشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أميرة سعيد استشاري التغذية العلاجية، معلومات كثيرة ومهمة، شكرا جزيلا لحضرتك.